السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حلمت بجدي المتوفي كان لابس بشت بني، وكنت أتهاوش مع خالي، قال لي أنتم بالنار وأنا بالجنة. هذا من اللي يقول المتوفي؟ إي هذا جدي المتوفي قال. طيب خير إن شاء الله. أوكي. طبعا هذه الرؤية يعني تبشير وتحذير. بالنسبة لرؤية المتوفي لابس لبس بشت، والبشت دائما يدل على الوجاهة للمتوفي، يدل على لعله إن شاء الله يكون مرتاح في قبره. لكن كون يقول هذه الكلمات، يقول أنا في الجنة، وهذا كلام حق، لأن كلام الأموات دائما حق، ويقول أنتم في النار، فما الله أعلم، قد يكون بينكم قطيعة رحم مثلا، أو أقاربة في قطيعة رحم، أو واقعين في معاصي كترك الصلوات وأكل الحرام وغير ذلك. خلهم بال مع نفسهم، ونسأل الله أن يحفظهم من الفتن، والعلم عند الله. نعم نعم نعم، تفضل محمد. تفضل. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمين شيخ، إذا ممكن حلمين مو حلم واحد. تفضل. هو هذا آخر اتصال، تفضل قول اللي عندك. اي نعم، الحلم الأول طبعا الأهل حامي شافوا أبوهم، جاهم بالحلم أبوهم متوفي لابس أبيض، وطلب منهم ياكل دجاجة أو يعني فرخة على قولتهم، وقالوا في فرخة موجودة، قال لا أبي فرخة خاصة لي. هذا الحلم الأول. طيب. الحلم الثاني بأن هم نايمين يحلموا أن الخدامة جاية لهم تقول بأن أنا طبعا زوجكم يتحرش فيني وأنا حامل. طيب خير إن شاء الله. الله يسلمك. حياك الله. هلا مرحبا. بالنسبة للرؤية، طبعا رؤية المتوفي كونه يطلب يعني دجاجة، ويريد دجاجة معينة، إن كان عليه دين فعليهم أن يأخذون دينه، وإن كان يعني ما عليه دين فهذه امرأة يعني قد يتوفاها الله سبحانه وتعالى من أقارب الرجل المتوفي. أما الرؤية الثانية أظن أحنا فسرناها قبل قليل، ممكن مشابهة له، وهي لا ما أدري، كأنك أنت يعني متحرش في الخدامة. والله يظهر من كلامك أن يعني أنت ممكن مستغرب من هذا، إذا كنت الحمد لله ما بينك وبينها إلا ما حرم الله، فهذا إن شاء الله خل بالك من شر الخدامة من ناحية كلامها السيء وأفعالها المشينة والسحر وغير ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.